نكمل معكم ما تبقى من الحصة كالعادة في جولة في الكرة العالمية. أمن هنا زميلنا محمد بن عبيدة مباشرة من لندن. محمد عسلامة. كما سمعنا بيرم ربما في ريال مدريد وفي إسبانيا وجهة النظر تمشي نحو حرمان فينيسيوس من هذا اللقب، ولكن في البريمير ليج يبدو أنهم من ناحيتك أنت مانشستر سيتي سعيد بهذا التتويج، بل يعتبر أنه ربما التتويج مستحق لاستقرار رودري مع المنتخب الإسباني مع مانشستر سيتي. دونك تعطينا أكثر معطيات على كيف استقبلت الصحافة الإنجليزية هذا الخبر، وكالعادة جولتك في الكرة العالمية وكل مواعيد المنتظرة إن شاء الله من هنا إلى نهاية الأسبوع. أهلا بك أحمد، أهلا بكل الضيوف، أهلا بذاكر وليد. كما تعرف الحدث، هناك حدثين كبيرين هذا الأسبوع في إنجلترا. الحدث الأول هو بدون شك أول كرة ذهبية في البريمير ليج منذ سنة 2008. آخر مرة فريق إنجليزي، يعني لاعب من الفريق الإنجليزي، رفع كرة ذهبية، لازم نرجع لكريستيانو رونالدو 2008 مع سير أليكس فيرغسون مع الريد ديفلز سنة 2008. هذه المرة العودة ستكون أو كانت مع رودري، في مفاجأة بالنسبة لبعض، لكن بالنسبة لبعض الآخر كان أمر متوقع. هنا في إنجلترا عديد الصحف الإنجليزية كانت متوقعة جدا فوز رودري بهذا اللقب أو بالكرة الذهبية. لماذا؟ لأن رودري قدم موسم خرافي وخرافي جدا مع فريق مانشستر سيتي، هزيمة واحدة نحكيه في 63 مقابلة مع فريق مانشستر سيتي، رقم قياسي حقه رودري، لاعب لا يمكن أن يتخلى عنه بيب غوارديولا. وكذلك شفنا اللاعب هذا MVP في كأس أوروبا الأخيرة مع المدرب الإسباني دي لافونتي. رودري أرقامه كانت حتى أفضل من أرقام لوكا مودريتش، وشفنا ديلي ميل رجعت على هذا وقالت بأن أرقام رودري كانت أفضل من أرقام لوكا مودريتش سنة 2018، يعني آخر سنة رفع فيها لعب وسط ميدان الكرة الذهبية. رودري اللي بدون شك في يعني في المكان نتاعه وسط ميدان دفاعي، لازمنا نرجع لماتياس سامر سنة 1996 مع بوروسيا دورتموند ومنتخب الألماني، باش نلقاو لاعب في المكان هذا يعني يرفع على الكرة الذهبية. كرة ذهبية استقبلها بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي بكل أعجاب، وقال بأن بالنسبة له رودري هو اللاعب المثالي، أنه هذا اللاعب كما تعرف لاعب مختلف جدا، لاعب لا يمتلك حتى وسائل يعني وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمتلك يعني موقع انستغرام أو موقع يعني تيك توك خاص به. هذا اللاعب كذلك لاعب بعيد جدا، يعيش حياة يعني طبيعية بعيدة جدا عن حياة اللاعبين، وبعيدة جدا مقارنة على يعني حياة فينيسيوس جونيور الذي البعض لم يعجبه ما قاله في مقابلة برشلونة ضد الريال، عندما قال لجافي نعم هزمتني 4-0 لكنني سأفوز بالكرة الذهبية يوم الاثنين، لكن سيناريو مختلف يأتي لفينيسيوس. وهنا في انجلترا فما يعني عديد الردود الفعل الغاضبة من موقف ريال مدريد الذي لم يكن حسب رأيهم موقف لفريق كبير، يعني فريق ريال مدريد كأنه بلغة أخرى ما عجبتهمش الرياكسيون بتاع الريال اللي كانت الرياكسيون بتاع مال فردان، يعني انت فريق كيما ريال مدريد يعني لاعب منه ما يهزش الكرة الذهبية، انت يعني ما تمشيش تشارك في الحفل هذا. وشفنا عديد ردود الفعل خاصة من روي كين كذلك وكذلك هوني في انجلترا. نتعدي للحدث الثاني احمد، هو بدون شك تعيين روبن امورين مدرب لفريق مانشستر يونايتد لخلافة تين هاج. من هو روبن امورين اللي كان لاعب سابق لفريق بنفيكا؟ هو مدرب فريق سبورتينغ لشبونة. المدرب هذا يعني ابعد يعني السيطرة الكلية لثنائي البرتغال الكبير بورتو وبنفيكا على البطولات، يعني هز بطولة 2021 مع سبورتينغ لشبونة ورجع السنة الفاتت 2024 مش هز البطولة رقم 20 مع فريق سبورتينغ لشبونة اللي حتى الآن يعمل في بداية خرافية في سوبر ليغا، يعني البطولة البرتغالية نحكي على 9 انتصارات في 9 مقابلات، فريق ممتاز جدا بقيادة مدرب سيكون عصري وسيكون يعني ممكن ثالث أغلى مدرب ينتقل من البطولة من بطولة أوروبية لبطولة إنجلترا. نحكيه على فريق مانشستر يونايتد اللي دفع كما نقولوا 11 مليون يورو لفسخ عقده مع سبورتينغ لشبونة والقدوم لفريق مانشستر يونايتد. شكرا لك محمد. ابتداء من بعد يعني العطلة عطلة الفيفا التي ستكون لأسبوعين بعد 11 نوفمبر. شكرا لك محمد. قدوم روبن أموريم سيكون مختلف على قدوم تنهاك، كما نعرفه تنهاك كان يعني متأثر برشا بنسبة امتلاك الكرة في أجاكس
لكن كي مشي لفريق مانشستر يونايتد انخفضت كثيرا نسبة امتلاك الكرة. كيف كيف روبن اموري ممكن مختلف جدا، يعتمد على 3 مدافعين مقابل 4 مدافعين لتنهاك، خطته المفضلة هي 3-4-2-1. شكرا لك محمد. لكن كيف سيكون التحول من البطولة البرتغالية للبريمير ليج؟ محمد شكرا لك. محمد يعطيك الصحة على الجولة اللي قعدت أمنها. محمد معاش بكري. أي لا محمد ديما يعطيك الصحة، مسترسل جدا وتغطية كاملة وشاملة ديما لكل تطورات في الكرة الأوروبية. ديما تابعوا معنا محمد بن عبيدة حاضر في حصة فير بلاي كل هارسب. تحبوا نشكر خويا ذاكر الويتي على مشاركته معنا الحصة اليوم، نشكر جدا ضيوفنا. أي وإن شاء الله الأسبوع القادم تلقاو سي توفيق عودة لفير بلاي. أحمد بريش من الميكرو يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الناس كل فريقنا التقني. والكلمة الآن لقسم الأخبار.